احنا بنكلمنا ولا بنكلم الدنيا؟ اعتقد ان احنا بنكلمنا الاول وبعد كده بقى نكلم الدنيا، او يعني لو يعني الاصل في المنتج بتاعنا يعني كتاب راديو تلفزيون ان هو بيكلم الجمهور بتاعنا، واحنا ما شاء الله يعني مصر كم مليون والوطن العربي كم مليون والعالم الاسلامي كم مليون يعني. فاعتقد ان الاولى طول الوقت ان احنا اي حد اي منتج حتى يعني بيكتب في امريكا هو بيتكلم عن المجتمع الامريكي اولا وبيرصد الحاجات اللي فيه، وبعد كده لو بقى الحاجات دي تمست انا معايا وانا بقرا الكتاب ده في مصر او في غيرها اوكي. المساله هنا يمكن شويه فيها يعني اختلاف، لان الارهاب او التطرف ده حاجه وباء ضارب العالم كله يعني مش بس عندنا. بس انا بصراحه طول الوقت يعني انا لا ارفض نظريه المؤامره على اطلاقها، لكن لا اميل لتفسيرها طول الوقت. يعني مساله يعني طول الوقت مشغول مثلا هو ليه داعش ظهرت هنا ما ظهرتش مثلا في امريكا اللاتينيه ولا شمال اسيا، ولو انهم موجودين هنا وهنا دلوقتي. بس اعتقد ان البيئه في المنطقه العربيه بتسمح بان التطرف ده ياخد شكل اكثر عنفا من حتى اللي موجود في اوروبا وامريكا. ما حتى في اوروبا وفي امريكا تصحى الصبح تلاقي شخص ينتمي لجماعه متطرفه ضرب رصاص على 12 واحد 13 في مدرسه ولا في مسرح ولا في واتيفر ونايم مروح اتقتل ولا واتيفر يعني. بس في الاخر هناك الارهاب او التطرف البيئه اللي هناك شويه اعتقد انها بتقدر تحتويه، بتقدر تخليه في نطاق محدود نوعا ما. هنا الظروف كتير خاصه بقى بالمنطقه، لان المنطقه طول الوقت غير مستقره. احنا يعني دور كده على الوقت اللي فيه المنطقه العربيه او الشرق الاوسط ده كانت هدوء، ما فيهاش ضرب، ما فيش فيها رصاص بيتضرب. مستحيل يعني على مدى تقريبا قرن من الزمان ما فيش يوم ما فيش رصاصه اتضربت في المنطقه العربيه او في الشرق الاوسط. فالطبيعه دي طبعا في دول بقى ذات ارث استعماري وما الى ذلك لها يد في الموضوع اكيد. دول الاستعماريه القديمه عندها رغبه طول الوقت بان المنطقة تفضل قلقة، وبالتالي تقدر يكون لها يد في دولة واثنين وثلاثة واربعة ده اكيد. لكن يبقى ان اعتقد ان الداء عندنا احنا بالاساس في طرق تفكيرنا، طرق تربيتنا، طرق تعليمنا، بنواجه ده دلوقتي بنسبة كبيرة لكن طبعا المواجهة تمتد وتستمر. وبالتالي ارجع للسؤال، اعتقد طول الوقت المنتج هو يعني طول الوقت موجه للمشاهد العربي بما فيهم المشاهد العربي الذي يعلم، المشاهد العربي الذي اللي كان مستغرب انتوا بتعملوا ليه تاني عندهاش، ما احنا عارفين ان هم وحشين. ما انا عارف انك عارف ان هم وحشين بس انت ما تعرفش قوي هم يعني. ولذلك المشروع ما كانش يعني يذهب الى مساله يعني هو تجاوز مساله ان داعش وحشين. يعني انا بادئين احنا يعني هنتجاوز الاساسيات والاشياء المنطقيه ونخش بقى فيما هو في درجه اعمق شويه، او نحاول ندخل فيما هو اعمق شويه. فاحنا بادئين ان دول وحشين ودول قتالين قتلة وما الى ذلك، لكن تعالى بقى ندور في الناس، في جارك اللي كان جنبك في البلكونه وصحيت تاني يوم الصبح ما لقيتوش لقيته هناك، في بنت خالتك اللي كانت انت تعرف ان هي ملتزمه وما الى ذلك لكن فجاه بقت هناك وكل هؤلاء بقى دي بقى هو ده بقى اللي احنا يعني حاولنا نعمله في مطلوع الروح علشان نوصل لمنطقه اعمق من مساله ان هم اشرار ولا مش اشرار. لان انا طول الوقت حد كنت بقول ان الصراع هنا مش صراع ما بين تيار ديني وتيار فكري ولا ما هو، صراع ما بين الفطره الانسانيه العاديه احنا كبشر وصراع ما بين الوحشيه على الجانب الاخر. فانت بطبيعه الحال هتلاقي نفسك منحاز لفطرتك اللي هي ضد اي حاجه وحشيه، ضد قتل، ضد اغتصاب، ضد حتى قهر او سلب حريات لاي شخص ايا كان. فانت هتنحاز لا اراديا، هتلاقي نفسك منحاز وانت بتتفرج للطرف اللي بيعبر عنك انت، حتى لو كان الطرف التاني ده في المسلسل او في غيره مليان بقى حاجات مش كويسه. يعني احنا بشر كلنا اكيد اللي يعني اللي بتواجه لما انت بتواجه شر زي داعش مش بالضروره تكون انت ملاك. يعني ما انت ممكن تكون يعني فيك شيء من الشر او سوري يعني او شيء من الاشياء الانسانيه الطبيعيه العاديه يعني. فهو ده كان الفكره ان احنا بنوجه بقى يعني المسلسل موجه بالتالي للجمهور المصري العربي. وفي نفس الوقت يعني لا اخفي برضو ان انا كان عندي شويه كده غيره ان هو ايه، طيب ما يعني شفت اعمال اتعملت عن داعش من الداخل يعني عربيه، وشفت اعمال اجنبيه اتعملت. بصراحه طول الوقت كان عندي احساس ان اعمال الاجنبيه ممكن تكون فيها سنه اتقان اكتر، لكن فيها سنه استشراق كده اللي هو احنا بنعمل عنكم وانتم نماذج، مع ان انا ما بحبش هذه النظريه بس هي لا اراديا بتتسلى ليك وانت بتتفرج في حته ان هم ايه ده انتوا شوفوا عملتوا ايه فينا وداعش ومش عارف ايه، احنا بنعمل عنكم افلام ومسلسلات كويسه واحسن من اللي انتوا بتعملوا.
فكان عندي ده مش معناه ان اللي عملت عملت عن داعش عربيا ما كانتش كده، لكن اقصد ان دي يعني من بتطلعوا روح من الاعمال القليله او قريبه يعني دلوقتي اللي حاولت تتكلم على مساله التجنيد، على مساله بعمق اكتر شويه، على مساله كيف كانوا يعني تدار دوله داعش من الداخل. اغلب الاعمال الثانيه كان شويه فيها الطابع اللي له علاقه بالاعمال الارهابيه اللي نفذوها، او طابع مخابراتي او طابع بوليسي. احنا كان ده كان مقصود طول الوقت ان احنا ندخل جوه شويه. وبصراحه لولا ان الاعمال السابقه مهدت سواء بقى من الثمانينات والتسعينات وصولا بقى للاعمال، كل الاعمال اللي اتعملت بعد يناير 2011 يعني واللي كانت بتواجه الارهاب بشكل او باخر، برضو ساعدتنا ان الجمهور يبقى متقبل ان مساله هنتفرج على مسلسل بيتكلم عن التطرف، بيتكلم عن داعش، بس خلينا نشوف هيقولوا ايه. يعني كان في جمهور يعني عنده الحته دي، طب نتفرج نشوف اول حلقتين ثلاثه كده هم هيقولوا حاجه جديده ولا هيعيدوا اللي اتقال قبل كده. فهي كلها يعني اي حد حط طوبه في هذا البناء اللي هو مواجهه التطرف باي وسيله، كتاب، مقاله، راديو، تلفزيون، يشكر لان هو بيساعد اللي جاي وراه انه يطلع خطوه اعلى شويه.